قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة ديال نيوز توداي باش ديما يوصلكم جديد الأخبار. مشاهدينا الكرام أهلا بكم. أبحث نافذ لبرلمانيين ومحامين متورطين في سرقة خزنة حديدية بأكادير. أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير حكما يقضي بالحبس سنة نافذة وسنة أخرى موقوف التنفيذ في حق برلمانيين سابقين ومحامين في قضية سرقة خزنة حديدية، وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2021 حيث تفجرت عملية سرقة خزنة حديدية لرجل أعمال معتقل ينحدر من منطقة ولاد التيمة، حيث تبين أن البرلمانيان ومحام بهيئة أكادير وراء تخطيط عملية السرقة. وبحسب ما اعترف به منفذ عملية السرقة فإنه تم تسخيرهم من طرف معنيين بالأمر من أجل سرقة الخزنة بغاية استرداد شيكات تحمل أسماءهم بمبالغ مالية كبيرة في ذمتهم ووثائق عقارية تقدر بالملايير.